نصبحكم والله بالخير مشاهدينا، صباح الحماس والنشاط اللي يطغى على أغلبية الموظفين اليوم اللي هو يوم الخميس. أكيد الدافع للعمل يكون أكبر وما حد له حجة إنه ما يخلص شغله بسرعة، ونحن مثل ما عودناكم مشاهدينا أن دائما تكون مواضيعنا وفقراتنا في يوم الخميس فقرات بسيطة وسهلة أكيد تناسب هذا اليوم. والحين خلنا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. الآلية النفسية للخداع وتأثيرها على الفرد. المتنفس الرياضي المخصص للنساء بحديقة السدرة. أحدث العروض في صالات السينما. مشاهدينا طبعا كانت هذه عناوين حلقتنا اليوم، بعد ما عرفناها بناخذكم في جوله لاخر الاخبار المحليه الخاصه بدولتنا الحبيبه وامارتنا الباسمه واكيد منطقتنا الشرقيه. اول خبر عندي مشاهدينا من صحيفه الخليج، هذه من ضمن الامور التطويريه لاماره الشارقه. السلطان يطلق مشروع الجاده العقاري في الشارقه. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس حفل إطلاق مشروع الجادة العقاري في قاعة الجواهر في إمارة الشارقة. مشاهدينا هذا المشروع يعتبر الأكبر من نوعه في إمارة الشارقة. طبعا بناخذكم أو بنعطيكم شوي فكرة عن هذا المشروع. يتضمن خدمات ومرافق ومسطحات خضر، وأيضا يضم نافورة تتحرك على أنغام الموسيقى وتقع في ساحة جميلة. جميلة التصميم تضم مطاعم ومتاجر متنوعة، فضلا عن أكبر مجمع مغامرات واستكشاف مخصص للأطفال في الإمارة، وميادين التزحلق ومركز رياضات المغامرة ومحطات الترفيه المقامة في أماكن مغلقة أكيد ومفتوحة. نقدر نقول هذا المشروع اللي يعتبر الأكبر من نوعه في إمارة الشارقة يمثل المستقبل التطوير العقاري في إمارة الشارقة، وهذه من ضمن الأمور التطويرية أيضا في إمارة الشارقة. أيضا هنالك خبر في الصحيفة نفسها وفي الصفحة نفسها، حاكم الشارقة يفتتح اليوم دار المخطوطات في الجامعة القاسمية. يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الجامعة القاسمية اليوم دار المخطوطات الإسلامية اللي شيدت على طراز إسلامي مميز بكلفة بلغت نحو 70 مليون درهم. مشاهدينا دار المخطوطات تعد صرحا أكيد فكريا ثقافيا إسلاميا كبير في المنطقة. وأيضا نقدر خلنا نتكلم شوي عن هذا القسم أو هذا الدار. يضم أحدث الأجهزة والآلات المستخدمة في مراكز المخطوطات العالمية، منها معمل لصيانة المخطوطات وتعقيمها ومعالجتها وترميمها وتجليدها، ويحتوي على جهاز التعقيم بغاز الأوزون وأجهزة تنظيف وجهاز فك التصاق الأوراق وجهاز تغليف حراري لتقوية أوراق المخطوطات المتهالكة، بالإضافة إلى كثير أكيد من الأجهزة والمعلومات المتعلقة بدار المخطوطات الإسلامية. دار المخطوطات مشاهدينا يضم عدد كبير من الكتب وأيضا أقسام مختلفة، منها نقدر نقول الكتب المتنوعة بين كتب الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية وعلوم الفلك والرياضيات والطب والصيدلة. هذا عند المشاهدين يدل على الاهتمام الكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة للجامعة القاسمية. وأيضا هنالك خبر عن توفير نقدر نقول مساكن إضافية للطلاب المنتسبين، لكن بنذكر إن شاء الله الخبر من بعد هذه الأخبار أو من ضمن الأخبار. هذا كان الخبر الثاني. أما ما زلنا مشاهدين مستمرين في جولتنا الصحفية، وخبرنا الثاني أيضا يقول أخبرنا اليوم كثيرة. أشغال الشارقة تنجز سكنا جديدا للطلاب الجامعة القاسمية ب 26 مليون. أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة سكنا جديدا للطلاب في حرم الجامعة القاسمية ليشكل رديفا للمبنى الأول وفق مواصفات عصرية متميزة ومتمالكة ومتكاملة عفوا توفر بيئة آمنة للطلاب. وصلت مشاهدينا التكلفة الإجمالية للمشروع 26 مليون درهم، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة. طبعا هذا المبنى الجديد يواكب الزيادة الكبيرة للطلاب والطالبات بالنسبة للجامعة أو المنتسبين للجامعة القاسمية في الشارقة. مشاهدينا، أيضا هذه نقدر نقول الأشياء التطويرية في الجامعة القاسمية أو من ضمن الأشياء التطويرية. خبرنا الأخير بدأت ب 200 منزل وتستهدف 400 منزل في المرحلة الثانية. كهرباء الشارقة توصل خدماتها لسكان منطقة الحراي. أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بدء توصيل خدمات الكهرباء لسكان منطقة الحراي بخورفكان، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقة الحراي واحد، وتم توصيل الخدمات ل 200 منزل كمرحلة أولى في المنطقة، وسيتم البدء في توصيل الخدمات للمنازل في المرحلة الثانية اللي تبلغ 400 منزل بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق جدول زمني على أن يتم الانتهاء منه إن شاء الله في العام القادم. نقدر نقول هذه شيء جديد وإضافة مهمة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة خورفكان، وهذه أيضا من ضمن الأمور التطويرية ولله الحمد في مدينة خورفكان. مشاهدينا، انتهت جولتنا الصحفية لليوم مثل ما ذكرنا بعض الأخبار المحلية، والحين نشوف درجات الحرارة وحالة الطقس خلال اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة. مثل ما شاهدنا في اليومين السابقين انخفاض في درجات الحرارة والجو كان جدا جميل، وطبعا هذه دعوة للمشاهدين بما أن اليوم يوم الخميس وعطلة نهاية الأسبوع بزيارة المنطقة الشرقية والاستمتاع بهذه الأجواء الأكثر من رائعة. والحين مشاهدينا خلنا نروح لأول فاصل من حلقة اليوم وبنرجع لكم، خلكم ويانا.